ذرفان والحيزة وحيزة وذرفان ربعي وانا في ذكرهم حيل ضربان ويلي تبي تشعل علينا شرارة تعجز ومنه يتبعه بعد خسران بقول نبذح عن فعايل فعلنا قول صحيح موكدينه بديوان ربعي هل الحيزة شهير نسابها في وقتنا الحالي وفي مضى الازمان ذرفان لا سكت باب الدهر لك هم عز من هضام هالوقت ونهان ذرفان اهل الطيب واهل المروات ذرفان اهل العز ربع الاهشان ذرفان لا طبوا حدود المعارك ما تنطفي الا تولع بدخان منهم جلوب تلام تطير حوران جدي فهيد اللي على الملزمة تبان ومنهم اخو نوير وقف للطيران راضي وقف للجيش وقفه برهان ومنهم ابو سليمان مدخلهم العق فلاج دايم للصعيبات ملان ومنهم عديم الفعل يوم انه انضاب هواش بسنونه اليسار زعلان عواد بن ركبان خالي وانا شوش اللي جاء سبع الرجاجيل نيشان وعامر بن ساكن فعل فعل معروف اللي خذا قسم الوجب سر واعلان ورميح بن راشد ولا عنه منشور معروف مسقي لابته وقت الاكوان ومريح الحشاش راع المهمات سنان عند اللازمه بن سكران ومن يوم بن عنقز بنه تنصاع ثم ادخله بالعق ما هو بلشان دهيرب على فعل البطولات مشهور فعله رجح بطيف في كل ميزان مناحي بسننا راع المواقيف لفزعة تبريض ما كل ضميان ونعم بابو شامي فعايله تخبر واللي لجا في زيد ما صار من هان وجراد لا من لحظ الجيش ضباب عوق الخصيم اللي تعناه غلطان وفهد بن سليمان راع المواقيف يشهد لابو سليمان في كل عنوان وساهي خسهية له الفعل مشهود من دون ربع دوم للموت شفتان وخلف الاشهب صار له دور ما صار كم مرة انقسم الوجب فيه كسبان وخلف رشيد اللي كما ضلع سنجار ابن مسدد فك للطيب بيبان ومن الغزل يوم السنين القديمة شهد له الهيلع سرايل كحيلان ابن رشيد اللي يفعوله عظيمة شهد ابن عمي بشعره والالحان ومنهم ومنهم ليل ما له نهاية ربعي هل الحيزة على الضد شجعان وفعول ربعي دايما ترفع الراس نعم بهم دايم كريمين الايمان تشهد لهم بالطيب كل القباير وبيض لهم بالطيب بديار قحطان والوايل يرتب بيوت جزاير يثني على ربعي بطيب وعرفان نبذه عن الذرفان قلتها في الابيات وديما قلتها مثبت برهان وذرفان والحيزه وحيزه وذرفان في وقتنا الحالي وفي ما برزنا Thank you.
Thank you.